اسمحوا لي ان ارحب بحضراتكم جميعا، وانا شايفه في الحضور من محافظ لوزاره الداخليه لقضاء لسفراء، انا شايفه هيفاء ابو غزاله المساعد للامين العام لجامعه الدول العربيه، شايفه الشيخه الشمسي منظمة المرأة العربية، شايفة اليو ان دي بي، وشايفة سميرة التويجري المنورة، شايفة رؤساء أحزاب زي أنور السادات، شايفة ناس كتيرة ومنى مكرم عبيد يعني مشرفانا. أهلا بحضراتكم جميعا وسعداء. أنا بقول الأسماء دي عشان أوري الميكس، مش الميكس يا ده ما بين مسؤولين وأمم متحدة وجامعات أهلية. اسمحوا لي في البداية أن أنا أحيي السيدة هدى بدران على والاتحاد النسائي المصري على المجهود، واحنا محتاجين مجهود الجامعات الأهلية لأنها دي قضية مجتمع، والمجتمع مهم جدا ان يقوم به الجامعات الأهلية. الحكومة مهما معانا للدمها تقيل شوية، لكن الجامعات الأهلية مهمة قوي انها تقوم بالدور. يعني عاوزين دور الحكومة طبعا في حاجات كتيرة، لكن الجامعات الأهلية ممكن في القضايا الاجتماعية تكون أكثر فعالة. احنا بنجتمع النهاردة وأنا سعيدة وبرحب بالأعزاء الأخوات من الدول العربية من الاتحاد العام العربي، وده الاتحاد له تاريخ، والتاريخ بدأ في مصر وبدأته هدى شعراوي ولف على العراق وعلى كذا وكذا ووصل لليمن. والحقيقة مصر مشكورة هدى بدران انها عملت الاتحاد النسائي المصري، لأنه ده عزيز علينا كلنا هذا الاسم ودور هدى شعراوي فيه. وأنا لي علاقة بهدى شعراوي لأن قريبتها، هي من المنيا وإحنا من المنيا وأولاد عمها، لا قرابة يعني عضوية فعلا، مش إن إحنا من نفس المحافظة يعني، فأولاد عمومة يعني مع والدتي. الاجتماع ده مهم جدا. ليه؟ لأن مشاكل المرأة العربية واحدة، تختلف ترتفع وتنزل من دولة إلى أخرى، لكن ما زلنا المشاكل هي واحدة لأن العقلية العربية تقريبا واحدة، وما تقدمتش المرأة العربية مفيش تقدم للأمة العربية أساس. لازم نفهم ان قضية المرأة هي قضية مجتمع وقضية أمة، فلابد من النهوض وتنمية المرأة، وإلا سنستمر في كل التقارير الدولية مصنفين أقل بكثير من الدول الأخرى بسبب أمية المرأة والتحيز ضدها وفقرها وعدم مشاركتها في الاقتصاد بأكثر. احنا اقل منطقة في المشاركة الاقتصادية وفي العمل، نسبتنا تقريبا 22-25%، ودي اقل نسبة من المناطق الجغرافية الاخرى. فعلى اي حال الرسالة اللي انا بقولها للرجال وللسيدات، إنه لو لم ننظر للمرأة على إنها ثروة بشرية تضيف
إلى قوة وتنمية المجتمع لن يتقدم المجتمع المجتمعات العربية. إحنا النهاردة في مؤتمر بنراجع فيه عدة وثائق هامة. في التسعينات حصلنا على أمور وحقوق مهمة جدا. في مؤتمر 94 في القاهرة السكان والتنمية حصلنا على وثيقة هامة جدا تخص المرأة وصحتها. في مؤتمر بيجين 95 كذلك حصلنا على 12 معيار مهمين جدا لنقيم بها تقدم المرأة. في الألفية اتوضع 8 أهداف للألفية على أساسها بنقيس تقدم المرأة أو عدم تقدمها. مراجعة كل هذه الأوراق لقينا في تقدم في بعض المجالات بالمجمل كده في الدول العربية مع اختلاف كل دولة عن الأخرى إلى حد ما، لكن المراجعة توضح إن احنا نجحنا في التعليم ربما، في الصحة ربما، في تقليل عدد الوفيات أثناء الحمل والولادة، في وفيات الأطفال تحت 5 سنين، بنات بقت أكتر في التسجيل في التعليم، ولكن ما زالت هناك مشاكل وتحديات وعدم نجاح في بعض المجالات على رأسها التمثيل السياسي في البرلمان. إنما في مثلا دولة زي الجزائر نطت في هذا المجال إلى الأمام بفائت، يعني وصلت 31% في البرلمان النساء في الجزائر، فبنحيي الجزائر الحقيقة. يعني كنا اهلا وسهلا بك الجزائر. في المغرب في الملك محمد السادس عمل وثيقة المرأة او وثيقة الأسرة اسمها ايه بالظبط؟ مدونة الأسرة، وهي وثيقة متقدمة جدا حقيقة، وبتدي المرأة حقوق جميلة جدا. يعني كنا دايما بنقول تونس تونس من ايام بورقيبة، لكن المغرب والجزائر تفوقوا في حاجات بعينها. نتمنى طبعا ان تونس تحافظ على مكتسباتها، وده على فكرة يفكرنا ان حقوق المرأة اذا لم يكن هناك اتحادات وجمعيات ونساء ورجال حراس لهذه الحقوق ممكن تضيع، ممكن تضيع مع ضياع النظام، واحنا جربناه. فاذا عاوزين الحراس دول يستمروا، ودول موجودين في الجمعيات الأهلية وفي الاتحادات قبل الحكومات، فلا بد من ان يكون لنا حراس لحماية الحقوق وعدم تغييرها مع تغيير كل نظام، لأن هم بيجدوا المرأة الجانب اللي يقدروا عليه، فكل نظام يجي يجرب فينا وياخد مننا شوية حقوق ونرجع نصارع تاني عشان نستردها. وده على فكرة مش البسطاء أو الأميين اللي بيعملوا فينا كده، دول المتعلمين، دول النخبة، دول الساس، دول المسؤولين، وانا بحمل المسؤولين كلهم هذه المسؤوليه، لان اللي بياخد القرارات دي مش الراجل الام البسيط. يقول لك ده مزاج الشعب، لا مش مزاج الشعب، ده مزاج النخبه الانانيه التي لا تنظر للمراه على انها ثروه بشريه. في اخر نقطه عاوز اقولها، أنا كنت في الأمم المتحدة مؤخراً بحضور مؤتمر المرأة ومؤتمر آخر السكان، مراجعة مؤتمر السكان والتنمية بعد مرور 20 سنة
على مؤتمر القاهرة 94. عاوز أقول لحضراتكم أن هناك ردة رجعية فظيعة، ليس في العالم الإسلامي فقط ولكن في أمريكا قبل أي حد، في أمريكا وفي أوروبا في ردة رجعية شديدة وتتجه ناحية المرأة بالذات. يعني طبعا في الاقتصاد حاجة تانية مش مجاله نتكلم فيه، لكن بالنسبة للمرأة بالذات في ردة فظيعة وتجمع محافظ شديد الرجعية للنيل من المرأة وحقوقها، وخصوصا مؤتمر السكان والتنمية. فلازم ناخد بالنا من هذا، وعلى السيدات مسؤولية كبيرة وعلى الجامعات الأهلية مسؤولية أكبر إنها تعارض هذا وتقف ضد هذه الموجة الرجعية التي تريد السكان والتنمية. ما يهمش الدول الأوروبية ولا الأمريكية، يهمنا لأن هم يعني حددوا سكانهم أو إنجابهم وتنميتهم ماشي، إحنا اللي عندنا المشاكل كلها. فمش عاوزين مثل هذا المؤتمر يستمر، ومثل هذه الموضوعات تكون على أجندة الأمم المتحدة في المستقبل. احنا كنا بنتكلم عن ما بعد 2015 وهنعمل ايه وانهي أجندة، وكانوا عاوزين يحذفوا المرأة تماما من أجندة ما بعد 2015. فأرجو من الجامعات الأهلية وهي الحارس الأساسي لقضايا المرأة وقضايا التنمية أن تأخذ بالها من هذا الموضوع، وتعرف أنه في تحالف شيطاني ما بين الإسلاميين أو المتأسلمين والكاثوليك والفاتيكان وغيرهم من الدول التي تتبنى الدور المحافظ ضد المرأة عموما. فأنا بتوجه لحضراتكم بالشكر على الحضور. اتحادنا مهم جدا لأن قضيتنا واحدة في الدول العربية كلها، لازم نغير الذهنية الثقافية في المجتمع المجتمعات العربية، ولازم الرجل العربي يعرف ان المرأة لو لم تتقدم هتطلع له جيل من الإرهابيين تاني، لأن هي اللي بتعلم العيال في البيت. فتحية للمرأة العربية وتحية للاتحاد النسائي في مصر، وأهلا بحضرتك.